السلام عليكم، أهلا بكم. بعد فترة من الترقب والانتظار وكثرة القيل والقال حول مستقبل الدول المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي ريال مدريد والمعار لنادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم اتضحت الرؤية وكشف المستور عن الوجهة المقبلة للاعب بخبر رسمي نفذه حكيمي إلى نادي انتر ميلان الإيطالي قادما من نادي ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو. تفاصيل أوفى عن مصدر اللاعب في التقرير التالي. ولد الدولي المغربي أشرف حكيمي في 4 نوفمبر عام 1998 بالعاصمة الإسبانية مدريد، هنالك تنفس عشق المستديرة وخط حكايته معها، حيث تلقى تكوينه داخل مدرسة لاكاستيا بنادي ريال مدريد الإسبانية، إلى أن رصدته أعين الإطار الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان مؤطرا أنذاك في المدرسة ذاتها. وحينما عين هذا الأخير كمدرب أول للنادي الملكي، سرعان ما استدعى أشرف حكيمي إلى الفريق الأول، توج بالعديد من الألقاب مع النادي الملكي بالرغم من أن ظهوره كأساسي كان نادرا. بعدها قرر أشرف حكيمي البحث عن مكان للتوهج أكثر، فاختار الأراضي الألمانية وبالضبط عبر بوابة أسود الفستيفاليا نادي بروسيا دورتموند الألماني، حيث دفع عن ألوان النادي بنظام الإعارة لموسمين. هي فترة من التألق تلك التي بصم عليها أشرف حكيمي رفقة نادي بروسيا دورتموند، حيث في وقت وجيز انقض على الرسمية ونال ثقة الربان السويسري لوسيان فافر الذي أشاد بمستوى اللاعب في العديد من خرجاته الإعلامية. أسد الأطلس أشرف حكيمي الذي زأر زائره وسطع بريقه في الأراضي الألمانية بشكل كبير، كيف لا وأرقامه تتحدث عنها، حيث أصبح يصنف ضمن أفضل 3 أظهرة في العالم. الظهير الأيمن لأسود الفستيفاليا فعل ما لم يكن في البال ولا الحسبان مع النادي الأصفر، حيث دافع ومرر وسجل ما جعل منه معادلة صعبة داخل منافسات البوندسليغا الألمانية. ولأن أكثر العارفين بقانون البدايات من وصل بعد عناء، أشرف حكيمي الذي خرج من ريال مدريد قبل 2 سنين من الآن وقيمته السوقية آنذاك لا تتجاوز 5 ملايين يورو، اليوم بعد فترة الإعارة تضاعفت قيمته ب10 أضعاف مما كانت عليه لتصل بذلك إلى 40 مليون يورو. انهالت عليه العروض من أكبر الأندية، فظل حائرا ما بين السيتي والبايرن والإنتر والعودة إلى ريال مدريد التي رآها حكيمي بمثابة رجوع خطوة إلى الوراء بحكم تواجد الإسباني كارفاخال، مما سيجعله ظلا له في دكة البدلاء لا أقل ولا أكثر، ليختار بذلك الانتقال إلى عاصمة الموضة والجمال ميلانو الإيطالية عبر بوابة النير أتزوري نادي انتر ميلان الإيطالي، بخوض تحدي وغمار جديد تحت إشراف المدرب الإيطالي الذي لا يهدأ له بال أنطونيو كونتي، الذي يأمل في أسد الأطلس أشرف حكيمي بأن يكون خافيير زانيتي الجديد. ختاما أقول خالد باد يحييكم، تقبلوا تحياتي وآخر الكلام سلام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.